نور المكرمة اعتلى حتى تربع في جلال، مد السناء إلى الدنا وغيوث رحمته أسى. نور المكرمة اعتلى حتى تربع في جلال، مد السناء إلى الدنا وغيوث رحمته أسى. وحين تخطينا المناقب وارتمت بنا العيس تهوي في مسالكها القفري، وقلت ألا أين الحطيم وزمزم، وما لي محجوزا عن الركن والحجر، وقلت لقلبي قد ملكتك مرة فما أنت إلا طائر طار في وكري. أرض مكة مشرقا كالكون زينه الهلال. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وإياكم وجعل الجنة مثواي ومثواكم. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم المكرم في هذا المسار اللي عودناكم مع الاختبار واستشعار ونقل مشاعر أخواننا من جاليات كرماء يسكنون معنا في مكة المكرمة. اليوم معنا أخوة كرماء من أفريقيا الوسطى، حياكم الله وحياهم. حياكم الله يا مشايخ. حياكم الله. يا أهلا وسهلا. مرحبا. الحمد لله. حياكم الله. السلام عليكم. كيف حالكم؟ الحمد لله. أنتم بخير. خير والله. زارتنا البركة إن شاء الله. الحمد لله. كرمكم الله ورضي عنكم يا رب العالمين. الحمد لله. بدنا نتعرف عليكم، تفضل شيخنا. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم صل وعلى آله وصحبه. معكم أخوكم إدريس حامد فلاتة. ما شاء الله، أهلا وسهلا. من إفريقيا الوسطى. أيه. من جمهورية إفريقيا الوسطى. ما شاء الله، حيا الله شيخ إدريس. الله يحييك. كرمك الله وبارك فيك يا رب. بارك الله فيكم. تفضل شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الطالب أحمد بشير فضل الله الفايق. ما شاء الله. من جمهورية إفريقيا الوسطى. ما شاء الله، حيا الله شيخ أحمد. الحمد لله. حيا الله شيخ إدريس، وحياكم الله جميعا يا رب العالمين. حياكم الله. نبدأ معك شيخ إدريس، وحقيقة نسألك سؤال يعني سألناه قبلك كثيرا لكن لعله منك من قلبك إن شاء الله يكون أجمل. عندما قابلت الكعبة لأول مرة ماذا قلت لها وماذا قالت لك؟ حدثنا عن تلك اللحظة. سبحان الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. أول مرة والله شعور لا يوصف. السلام. صراحة لما جيت أول مرة ودخلت رأيت الكعبة قلت في نفسي أولا ما علي إلا الحمد والشكر، لأنني كنت أدعو الله أكثر من 10 سنوات، يعني أكثر من 10 سنة يعني أن يوفقني الله بمجيء إلى مكة لكي أطوف أعتمر أحج. قلت في نفسي اليوم الحمد لله قد استجاب الله دعواتي. سلام. ويعني شوقا لمكة ولكعبة كنت أرى في المنام دائما أنني جئت إلى مكة وأطوف. سبحان الله. قلت اليوم هذا ليس بحلم، يعني هذه حقيقة. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا الله يا الله. وهذا يعني استشعر بشيء يعني عجيب. يا سلام. وبعد ذلك قلت كما قال تعالى سبحان الله ولسوف يعطيك ربك فترضى، لأنني كنت أحب هذه السورة، سورة الضحى، ودائما أقرأ ويعني أقول في نفسي ولسوف يعطيك ربك فترضى. يا الله. واليوم الحمد لله الله أحلامي تحققت وبدأت الطواف، يعني أشكر الله وأحمده يعني شعور لا يوصف يا شيخ صراحة. نحن أحسسنا معك بشعور الرضا وشعور الشكر الله.
وحقيقة الآية التي ذكرتها يعني ولسوف يعطيك ربك فترضى، فأسأل الله أن يعطينا حتى يرضينا يا رب. آمين آمين آمين. جزاك الله خيرا، ولعلي أنقل مشاعرك إلى الشيخ أحمد، وأيضا أقول لك يعني عندما طفت بالكعبة أول مرة يعني ماذا قلت، ماذا دعوت، حدثنا عن تلك اللحظة الطيبة شيخ أحمد. الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله. حقيقة يعني قبل ما نجي هنا كان يعني من ضمن فرصتي يعني تم قبولي مرتين ما شاء الله. نعم، في جامعة أم القرى وفي إحدى جامعات تركيا ما شاء الله. فكان يعني أحب أن أكون في تركيا لأن أدخل تخصصي الذي كنت أحبه الاقتصاد، ولكن فكرت يعني هنا مكة، هنا الحرم، أم القرى يعني سلام. فما في أفضل مكان هذا، لا عوض عن ذلك، لا عوض عن ذلك. فتركت المغاولة وجئت إلى هنا. يا الله. بعد عند وصولي إلى هنا يعني عند دخولي أول في الحرم يعني كنت أتدرج، ما أعرف أن الكعبة يعني أول جيت من فوق. نعم. أنزل تحت على السلالم، ففجأة عندما نزلت تحت أشوف يعني شيء كبير أمامي يعني. أهلاً. فحقيقة والله استغربت شيء، حتى اندهشت لأن أول مرة، لأن أشوفها على التلفزيون يعني صغيرة، لكن هنا شفتها عيانا. يا الله. والله صابني زي الإغماء يعني من شدة الفرح ما أستطيع أن أتكلم، بدأت أبكي والله. الله. كان واحد من الإخوة اللي هو جاء بي اسمه محمد النور، والله كان يشهدني. استغربت لا يعني. إله إلا الله. والله استغربت، ولكن الحمد لله كنت أبكي أستغرب لأن هذا عظمة هذا المكان الذي كنت نشاهده وأنا الآن أمامه، فما أعرف ماذا أقول أيضا، بس بدأت أكبر الله وأشكر الله على هذه النعمة. اللهم لك. فهذا شعور يعني لا يحسب قط أبدا، ومن يجلس في هذا المكان أو يصلي فيه فهذه نعمة يعني وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. اللهم لك الحمد. والله هذه نعمة من الله سبحانه الحمد وتعالى. الحمد لله. أنا حفظ الله تلك المشاعر وتقبلها منا ومنكم يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. آمين. شيخ إدريس، لعل الأهل وأولهم الوالدان عندما سمعوا أنك وصلت إلى مكة وأنت في بيت الله، حدثنا عن مشاعرهم في تلك اللحظات. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله الوالدين جزاهم الله خير عني خير الجزاء. هما يعني الوالد كان يتمنى أن آتي هنا وأدرس هنا، والوالدة أيضا إن شاء الله، والأسرة أيضا، لأنني ترعرعت في أسرة يعني حب مكة في قلوبي. السلام. عندي قصة لعل بعدين سأحكيها عن مكة وبالنسبة للأسرة يعني. السلام. يعني الأسرة هم يحبون مكة. سلام. ومكة يعني أغلى شيء في قلوبهم. سلام. كل واحد منهم يتمنى يعني أن يوفقه الله المجيء هنا إلى مكة لعمرة من الحج. ومكة يعني عظيم في قلوبهم، عندما يعني منذ سنوات الوالدة تدعو، والوالد أيضا، أن يوفقنا للمجيء هنا. سلام. وقبل سنوات الوالد جاء لعمرة، قال لي دعوت الله لك وأنا موقن أن الله يوفقك لكي تأتي هنا وتدرس. يا سلام. إن شاء الله. ولما أخبرته قلت له اليوم وصلت الحمد لله، قد استجاب الله دعوتكم. والله يا الله، ويعني سبحان الله كان شيء لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني هم كانوا فرحين قبل أن تأتي. أيوة، قبل ما جئت فرحتهم ازدادت لما أتيت. أيوة، لما أتيت الوقت الذي الوالد جاء في للعمرة قال لي دعوت الله لك الآن أن تأتي، وأنا موقن إن شاء الله ستأتي في هذا المكان وستدرس وستكون هنا في مكة. الحمد لله جزاهم الله عني خير الجزاء. أي والله، ورزقنا وإياكم. آمين. والأسرة أيضا ما شاء الله. ما شاء الله. نعم. ما شاء الله. الحمد لله. نعم. هذه من نعم الله الكريم. والله الحمد لله. الحديث معكم شيق، لكن نستأذنكم في فاصل ونرجع لهذه الأحاديث الطيبة إن شاء الله. طيب إن شاء الله. بارك الله فيكم. فاصل أيها الأحبة من مشاهدين ومشاهدات، ونتصل بكم ثم نواصل، فانتظرونا مشكورين. من أرض مكة مشرقا كالكون زينه الهلال.
من أرض مكة مشرقا كالكون زينه الهلال. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. وفي واحة المكرمة وفي هذا المسار زي ما عودناكم حديث شيقة عن مشاعر أحبة لنا اليوم من أفريقيا الوسطى. حياكم الله شيخ دريس. يا مرحبا. حياكم الله شيخ أحمد. السلام عليكم. بارك الله فيكم وسلمكم شيخ أحمد. نعم. لعل أهلنا في أفريقيا الوسطى عندما يسافر أحدهم إلى هذه البلدة الطيبة، نعم، يعني تنتج مشاعر جديدة تجاه هذا الرجل أو تلك المرأة. نعم. حدثنا عن مشاعر أهلنا تجاهكم لما أتيتم، كيف يرونكم، بماذا يحدثونكم، كيف يستقبلونكم؟ والله بالنسبة يعني أهلنا هناك الحمد لله هم أيضا يحبون الحرمين الشريفين خاصة مكة المكرمة. سلام. ولكن نحن مثلا هنا في الإجازة عندما نسافر إلى البلد يعني حقيقة الكل الأغلب يعني يأتي يزورنا في البيت. سلام. يعني يسلم علينا ويسألنا عن مكة، ونحن أحيانا نذهب لهم ببعض الصور يريدون يشوفون ويتبركون ويسألوننا عن أماكن الصحابة وكيف يعني لهم شوق شديد في مكة المكرمة. سلام. ويجلسون معنا، وبعد مثلا إذا كانت يعني وقت الصلاة يحبون نحن نصلي بهم يعني يعني حبا. نعم. بمكة المكرمة ومن جاء منها يعني يقدمونكم يقدموننا. يا الله. فهذه نعمة. ومثلا حتى إذا كان يعني الحجاج عندما يأتون يعني أهل أفريقيا الوسطى الأغلب يمشي المطار، حتى لو كان ما عندك شخص ماشي الحج نمشي ننتظرهم في المطار. سلام. حبا بهم يعني. يا الله. عندما يأتون الحجاج نستقبلهم ويمشي بهم إلى البيت، والحاج عندما يصل يعني يضعون له يعني علامة بيضاء في بيته حتى يعرف هذا حاج، فالكل يزوره يعني تبركا يا الله وحبا بمكة المكرمة يعني. سبحان الله. والله يعني الحمد لله. يسير له مقام هنا. نعم هناك. نعم. إذا زار مكة ورجع. نعم إذا زار مكة ورجع يعني. يا سلام يا سلام. والله وهذا من شأن مكة. نعم. وعظمتها الطيب. أسأل الله أن يعني يرزقنا تعظيمها وحبها والأدب فيها يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. الله يكرمك شيخ محمد. الحمد لله ما شاء الله. شيخ إدريس أيضا سؤال جميل، أهلنا عندما يأتون إلى الحج والعمرة تستقبلوهم أليس كذلك؟ بلى. أنت ذكرت أن هنالك قصة لك. نعم. في العائلة أذكرها لنا بارك الله فيك. نعم. قصتي مع مكة وحبها وتعظيم مكة في قلوب الأسرة يعني جد الأعلى جد والدي ما شاء الله جاء إلى مكة وتوفي هنا، جاء يعني فارق جماعته مع أنه كان سلطان، هذا قبل 70 سنة ما شاء الله تبارك. جاء الحج وقال هو لا يرجع، سيعيش هنا بجوار كعبة المشرفة حتى يلقى الله. يا الله. ومع أنه كان سلطان عند قومه. سبحان الله. والله. وعاش هنا سنوات يعني جد والدي في مكة. أيوة. حتى توفي. رحمه الله ورحمة واسعة. وسبحان الله، الله أحسن المحسنين. بعده وفقه كل أولاده وبناته حج يعني. لا إله إلا الله. والله. وأيضا جدي من أبناء جد والدي هذا. نعم. وفقه الله أن يكون مشرف للحجاج. إن شاء الله. حج تقريبا 20 مرة. ما شاء الله. وعمي أكثر من 40. لا إله إلا الله. لا حول ولا قوة. وأسرة حتى الآن يعني الحمد لله. يعني أنتم أسرة مكية لكنكم خلف البحار يعني. أيوة. يعني في قلوب أسرة. وكنت لما كنت صغير أسمع عن هذه القصة، جد والدي سافر إلى مكة رفض أن يعود إلى بلدي حبا لمكة وحتى توفي هنا. وأيضا الأسرة كل واحد يعني يأتي للحج ويحكي لنا قصة، وأنا عندي قصة مع جدي من والد، وكان مشرف للحجاج. نعم. وكان عندي جلسة خاصة معه بين المغرب والعشاء، كان يحكي لي عن مكة، عن تعظيم مكة، ويعني سبحان الله. عندما كنتم هناك. أيوة يعني. عندما كنت في فكرة. وكانت حكاياتكم عن مكة. أيوة جدي. أيوة أيوة. جدي هذا هو أيضا ما شاء الله سلطان. ومع هذا يعني كان يحب مكة مرة.
سبحان الله. كان دائما يحكي لي قصص عن مكة، حتى أنا يعني مكة أصبحت عظيم يعني شيء في قلبي. أحب بلدتي إليك. نعم. يا الله. يا وكان عندي جدة أيضا، جدتي من والدة أيضا كان دائما تحكي لي عن مكة. السلام السلام. يعني الأسرة مكة. الأسرة مكية لكنها خلف البحار يعني. أيوة نعم. والله هذا شوف شرف إنه تجلس مع كبار لك جد أو جدة ويحكون لك عن أطهر بقاع. نعم. الأرض. العجيب. بعد ذلك التحقت يعني التقيت مع شيخ حفظه الله تعالى، هو من مكة ما شاء الله، جاء زار إفريقيا الوسطى للدعوة، وشيخ أحمد برناوي أبو عبد الحميد حفظه الله ما شاء الله، وهو مكي ترى هنا، وذهب إلى إفريقيا الوسطى للدعوة الدعوة، وكنت يعني أدرس عنده وأدرس ويعني شيء كده، حتى والد كان يريد أن ينتقل إلى المدينة أخرى وقال له هذا الشيخ أريد إدريس أن يبقى معي. سبحان الله سبحان. خلاص يعني الوالد انتقل إلى مدينة أخرى وأنا كنت مع شيخ في عاصمة بنغي، وهو أيضا كان يحكي لي عن مكة منذ صغري، يعني أصبحت أحب مكة مرة. أنت تراها بسمعك قبل أن تراها ببصرك. يا سلام يا سلام. وكل ما يعني هو اختصار من قصتك، لأنك تقول نحن عائلة مكية لكننا خلف البحار، ومنا من هم عبروا البحار وسكرهم. الله صحيح. يعني رحم الله من مات منهم وحفظ من بقي منهم يا رب العالمين. جزاكم الله خير على هذه قصة طيبة. شيخ أحمد، لعلنا نختم معك بكلمة توجهها إلى أهل مكة وشباب مكة، بارك الله فيك، في دقيقة. الحمد لله وشكر الله. أوجه رسالتي لمن وجد الفرصة أو لمن كان ساكن في مكة المكرمة، عليه أن يكتسب هذه الفرصة بزيارة الحرمين والطواف ومجلس العلماء ويتفقه عندهم، لأن لنا مدة معلومة ومحددة ندرس فيها ونكمل ونرجع إلى بلادنا لنكون سفراء في بلادنا. فعلينا ما نكتسبه هنا فقط هو الطواف ومجلس العلماء، هذا الشيء المهم اللي عندنا. يا سلام يا سلام. الله يبارك فيكم، كلامه معكم يعني جميل جدا. شكر الله لكم هذه الكلمات والمشاعر الطيبة وتقبلها منا ومنكم يا رب، وأوصلوا سلامنا إلى أهلنا في أفريقيا. حفظنا الله وإياكم وجميع المسلمين يا رب العالمين. جزاكم الله خير. الله يبارك فيكم. شكر موصول لكم والأحبة الأكارم المشاهدين ومشاهدات، إلى أن نلقاكم في حلقات. نستودعكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعتلى حتى تربع في جلال، مد السناء إلى الدنا وغيوث رحمته أسى. فيما تجدد من مقال، وأفاض فضلا سابغا فيما تجدد من مقال، من أرض مكة مشرقا كالكون زينه الهلال، كالكون زينه